السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى على قناتي، معكم أسماء من قناة إمبوز غورماند افيك أسماء، أسماء وأحلى الوصفات. اليوم بإذن الله راحين نعملوا مع بعض وصفة بريوش بزاف سهلة اقتصادية بنتيجة ولا أروع. راحين تحصلوا على بريوش قوامه كالقطن. نتمنى يا ربي أنكم حين تبهوا معايا هذه الوصفة تجربوها وتنجحوا فيها. وأولا وعلى بركة الله، بسم الله، حين نبدأ بتحضير الوصفة مع استعراض المقادير في نفس الوقت، أنا كأول مرحلة خديت كاس من الماء راح نضيف عليه كاس من الحليب ونحطهم فوق النار حتى يدفأ. من بعد ما نرفع لي الماء والحليب تاعي راح نضيفهم إلى لاكويف دو بيترين اللي حنستعملها اليوم، لكن حبيت نقولكم أنه العجان غير ضروري في هذه الوصفة. أنا استعملته حتى يسهل عليا يعني العمل، لكن قولوا نعاود ما راهوش ضروري في هذه الوصفة. ضفت على هذاك الماء والحليب الدافي، ضفت عليهم ملعقة ونصف كبيرة من خميرة الخبز، راح نضيف عليهم ما يعادل 10 غرام من خميرة الحلويات، أي كيس خميرة الحلويات. من بعدها نضيف عليهم 3/4 ولا كاس غير ربع من السكر، يعني كاس ناقص ربع من السكر العادي حبيبات. حبيت برك نعطيكم ملاحظة أنه الكاس اللي استعملته اليوم بمقدار 250 مليلتر، ما يعادل كاس كبير تاع الماء. واللي ماشي متوفر، الأخت اللي ماشي متوفر عندها كاس تاع 250 مليلتر، تستعمل كاس تاع 240 وتكمل به كامل المقادير. كيما شفتوا كنت ضفت ملعقة لاباس بها من الفانيلا. راح نضيف عليها حبة بيض، انا اليوم حبيت نستعمل فانيلا. تقدروا تستعملوا باش الليمون باش البرتقال، تنكهوا البريوش تاعكم بالنكهه اللي تفضلوها. من بعدها خلطت هذوك المواد السائله خلطه خفيفه برك، وضفت عليهم نص كاس من الزيت، دائما نفس الكاس اللي بديت به الوصفه. راح نخلطوه هكذا شويه برك حتى هذيك الخميره تذوب لنا. من بعد نغطوه بقطعه من لو بابي فيلم ونخلوه في مكان دافي يخمر لنا من 10 الى 15 دقيقه حتى نشوفوا انه بدات تشكل لنا هذيك الرغوه من الفوق. من بعد ما يخمر راح نبدا باضافه الفرينه تدريجيا مع رشه الملح. انا في المقادير كنت قلت لكم كيلوغرام ولا 1 كيلوغرام من الفرينه، انا عطيت لكم يعني المقدار اللي تحتاجوه، وانتوما كل اخت تضيف الفرينه تدريجيا. بالك يعني الفرين ولا هاد يعني السوائل راح ترفد لها اقل من كيلو، بالك ترفد لها اكثر من كيلو. انتوما حطوا كيلو قدامكم وبداو تضيفوا تدريجيا مع العجن حتى تتحصلوا على عجينه تكون طريه بين يديكم. يعني قد ما كانت طريه مليح، لكن ما تخلوهاش تلصق بزاف حتى تقدروا تحكموا فيها وتشكلوها في الاخير. انا كيما شفتوا قلت لكم استعملت العجان او لو بيترين. راح نبدا نعجن مع اضافه باقي الفرينه تدريجيا بهذا الشكل حتى نحصل على عجينه تكون طريه بزاف، لكن كيما قلت لكم طريه تلصق ابان، لكن ما تلصقش بزاف، تقدروا تحكموا فيها. انا قعدت نعجن فيه من 5 الى 7 دقائق، والاخت اللي تستعمل يدها يعني دير نفس الخطوات وتعجنوا لمدة 10 دقائق بالاستعانة بالفرينة. إذا شافت يعني العجينة شوية جاتها صعيبة تعاون روحها بالفرينة وتعجنوا. أنا كما راكم تشوفوا كي بدأت تلصق لي درت لها شوية فرينة فوالا، يعني هاوليك لو ريزولتا. في المعجنات قد ما تكون العجينة تاعكم طرية قد ما النتيجة راح تجيكم خفيفة. أنا هنايا خديت وعاء دهنته بشوية زيت، راح ندهن العجينة تاعي بالزيت يعني سطح العجينة، ونحطها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها. هنا مدة التخمر ما نقدرش نعطيكم مدة محددة، لأنه كل واحد وبيته، كل واحد والحرارة اللي راهو فيها، وانتم أول فصل اللي راكو فيه. أنا يعني دوك شوية البرد والشتاء خدالي 1-45 دقيقة حتى حين تشوفوا معايا يضاعف الحجم تاعو بشكل رائع، يعني راح يخمر لكم مليح. من بعد ما خمر لي
راح نخرج لهذيك الغازات. اذا تلصق لكم في يدكم، انا صراحه ما لصقليش، بصح اذا تلصق لكم عاونوا روحكم بشويه تاع الزيت، ونبدا نشكل كويرات بوزن 65 غرام. انا وزنتهم بوزن 65 غرام، خرجوا لي 24 حبه. يعني وزن 65 غرام يعطيكم بريوشه بوزن ولا بحجم متوسط. الاخت اللي تحب البريوش كبير تقدر تروح حتى 100 غرام، لكن انا ننصحكم يعني تقيدوا ب 65 غرام، راح تحصلوا على بريوش رائع بحجم مناسب. انا راح نكمل بهذا الشكل حتى نكمل كميه العجينه الباقيه. وفي نفس الوقت حطيت الفرن تاعي يسخن على درجه 200 درجه مئويه. هنايا حبيت ندير 12 حبه، يعني هكذا ما حشيتهمش، خليتهم ناتشورال داخل. خديت برك العجينه عطيت لها الشكل دائري شباب. من بعد راح نغطيها ونخليها تخمر، يعني نصف الكميه واللي هي 12 حبه خليتهم طبيعيين. وراحين تشوفوا معايا 12 الاخرى راح نحشيهم بشوكولاته الطلاء، او تقدروا تحشوهم دي مورسو دو شوكولا، يعني هذا يرجع الى ذوقكم الخاص. انا راح ناخذ العجينه تاعي كما قلت لكم، اذا شتوها تلصق عاونوا روحكم بشويه زيت، لكن ما تضيفوش الفرينه. راح نحشيها بملعقه من شوكولاته الطلاء بهذا الشكل، ونتاكد اني غلقت عليها مليح حتى وهي تطيب ما تنحليش، وديك الشوكولا ما تخرج. نعطيها الشكل الدائري، يعني هذيك الغلقه ولا هذه نتاكدوا ان غلقناها مليح، ودائما هاد الجهه اللي نغلقوا منها هي اللي نحطوها في القاع بهذا الشكل حتى نكمل 12 الحبه الباقيه. صدقوني هذا بريوش رائع كيما شفتوا، مقاديره بزاف سهله، والنتيجه راح تجيكم نتيجه ولا اروع، يعني واحد الخفه رائعه. فوالا انا كملت 24 حبه، راح نغطيهم نخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم تاعهم. بعد ما تضاعف الحجم تاعهم سخنت الفرن تاعي على درجه 200 درجه مئويه. يعني سمحوا لي كنت قلت لكم هذه الملاحظه في الفيديو، لكن دوك لي سخنت الفرن تاعي على درجه 200 درجه مئويه. اذا كان عندكم فرن يشعل من الفوق ومن تحت، من الاحسن انكم تطيبوا من الفوق ومن تحت في نفس الوقت. اذا كان الفرن تاعكم يشعل من تحت برك ولا من الفوق برك، طيبوا من تحت. كي تشوفوا حمالكم شعلوا له من الفوق وزيدوا خلوه يتحمر. انا راح ندهن بعد ما خمر لي البريوش تاعي، راح ندهنه بخليط صفار، حبه بيض، شويه حليب والفانيلا. راح نضيف الفانيلا حتى نحي هذيك زنخه البيض. الحبيبات اللي كنت حشيتهم شوكولاته الطلاء درت لهم شويه فيرميسال شوكولا من الفوق حتى نفرقهم بين الاخرين اللي ما حشيتهمش. وراح نكمل كميه الحبات بهذا الشكل. والحبيبات الاخرين اللي كنت ما حشيتهمش خليتهم طبيعيين، زينتهم على الطريقه العاديه لي تعودنا نزينو بها البريوش، وهي باستعمال شويه تاع السكر من الفوق. انا هنايا راني نطيب فيهم كما قلت لكم على درجه 200 درجه مئويه، ما راحينش ياخذوا لكم وقت كبير من 15 الى 20 دقيقه، وكل اخت بالفرن تاعها. بعد ما طيبتهم خليتهم بردوا وراني قدمتهم لكم بالصحه والهنا، يعني بريوش رائع رائع رائع. نتمنى كل اخت شافت هذا الفيديو تجرب هذه الوصفه وتدعي لي، ونتمنى يا ربي انكم دائما تكونوا اوفياء لقناتي، وانا محتاجه الدعم تاعكم حتى تكبر القناه حتى تشجعوني. ونتمنى كما العاده انكم ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم، ما تبخلوش عليا بديجام دي كومونتير. وانا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الوصفه القادمه ان شاء الله. تعاواتكم، شكرا.